يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى سيارة جديدة، فهل له أن يقرأ في ماء في سطل أو غيره ثم يغسل بها سيارته لكي يكون من باب القراءة على الدابة لحفظها من العين؟ لا، لا أصل لهذا، هذا ليس له أصل، ولكن يرقي نفسه ويرقي أمواله جميعا بدون أنه يعمل ماء أو يعمل شيء، بمعنى أنه يورد، يقرأ الورد على نفسه وعلى ممتلكاته وعلى أولاده وعلى إخوانه المسلمين. الورد، الورد ما هو الرقية، الورد. نعم.